قالت قوات سوريا الديمقراطية إنها سيطرت على نقاط استراتيجية في عدد من أحياء الرقة بعد اشتباكات مع تنظيم داعش الإرهابي. وذكرت مصادر إعلامية أن قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بقوات برية أمريكية باتت تحاصر مسلح التنظيم الإرهابي في 4 محاور بمدينة الرقة شمال سوريا. كما شنت مقاتلات التحالف الدولي غارات مكثفة استهدفت أبنية يتحصن فيها مسلح داعش في مدينة الرقة، أحد أكبر معاقل التنظيم.